السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى فيديو معاكم غريب شوية، مش من عادة ان احنا بنعمل فيديوهات عن العربيات، لكن انتوا عارفين كويس ان انا بحب العربيات. نوع جديد نازل السوق وهيغزو الاسواق قريبا، تعالوا نشوف العربية حكايتها ايه بالظبط. وعلى فكرة العربية صناعة مغربي، تعالوا نشوف. في البداية نحب نعرفكم باسم العربية، العربية اسمها ناميكس. افتكر كويس الاسم ده لانه هيعمل ضجه كبيره جدا في عالم السيارات. ليه بقى هيعمل ضجه في عالم السيارات؟ لان العربيه دي ما بتمشيش بالاسانس مثلا او الجاز، العربيات كلها في اوروبا، لكن بتمشي بالهيدروجين. زي ما احنا شايفين بالظبط قدامنا، دي الاماكن بتاعت الشحن، الكباسين بتاعت الهيدروجين. طيب عندنا مثلا تقريبا هنا حوالي 6 كباسين بالظبط. الكبسوله الواحده تقريبا بتمشيك حوالي 60 كيلو متر، تمام؟ ازاي بقى بنشحن الكباسين دي او بنحطها في الشرج؟ تعالوا نشوف. هنشيل بقى الكبسونه من المكان بتاعها كده بالظبط ونروح نشحنها. هنحط دي بطريقه معينه كده هنا، وهناخد واحدة مكانها بس دي طبعا مشحونة، تمام؟ ونرجعها تاني في العربية. حاجة سهلة وبسيطة جدا ومتاحة في كل مكان، بس تقريبا كمان 3 سنين المشروع هيتعمم في العالم كله. دلوقتي هيجي في بالك يعني طب ازاي ممكن حد يفتح وياخد الكباسين ويجري؟ لا، عملوا حسابها برضو، وازاي هنشوف. المنطقه دي بتفتح بالكامل كده، وبعد كده بنختار الكبسوله اللي احنا عايزين نغيرها بالظبط اللي خلصت يعني، وبنشيلها، وزي ما احنا شرحنا قبل كده بنروح المنطقه بتاعتنا ونحطها في الشارج ونشحن، وبنرجعها تاني، وبعد كده العربيه بتقفل اوتوماتيك. لا مش كده وبس، طبعا احنا شفنا المنطقه الخلفيه فيها الكباسين ونقدر نشحنها في اي وقت مفيش مشاكل، لكن كمان عملوا ريزيرف في العربيه في المنطقه دي. المنطقه دي فيها تخزين هيدروجين يقدر يمشيك تقريبا شك يعني او كل جنب 250 كيلو متر. انت متخيل يعني ممكن تقدر تمشي بالعربيه 500 كيلو متر بالريزيرف بتاعك. في حاجه ثانيه مهمه جدا نحب نقولها في العربيه ناميكس، ان انت تقدر تشحنها حضرتك في 3 دقائق بس. منين؟ من المكان ده، كانك بتشحن او بتحط بنزين عادي جدا، لكن هنا تقدر تشحن العربيه كلها تحت زي ما احنا اتكلمنا على الريزيرف 250 كل جنب، يعني 500 كيلو تقدر تمشي بيها العربيه في 3 دقائق بس. والحاجه بقى كويسه جدا في العربيه دي اللي المصمم يعني العربيه الشركه المخصصه اللي بتصمم سيارات فيراري، وزي ما احنا شفنا كده، وهنقرب شويه بالكاميرا ونشوف الشركه اللي عامله التصميم. طبعا ممكن واحد يقول لي ده ما فيهاش مرايات، اقول لك لا حضرتك خد بالك كويس، دي مرايه بس متوصل بيها الكاميرا صغيره في الحته دي كده، وحضرتك الشاشه جوه بتبين لك كل حاجه، يعني انت بقى مش محتاج ان انت تبص في المرايه زي العربيات بتاعه زمان. فكره برضه ممكن بقى حضرتك واحد يسالني يقول لي طيب يعني احنا هنلاقي منين محطات نقدر نشحن فيها الكباسين دي؟ الفكره دي حضرتك هتتعمم تقريبا كمان 3 سنين، يعني طلعوا بالعربيات الكهرباء وبعد كده بداوا يفكروا في عربيات تانية الهيدروجين. واحد ممكن يقول لي طب ما هو العربيات الكهرباء ما مشيتش، لكن العربيات تقريبا العربيات الهيدروجين دي هتبقى اقوى بكتير جدا من الكهرباء، وفكره الكهرباء دي ممكن تتلغي. وعلى فكره في تقريبا 15 محطه هيدروجين موجوده في فرنسا، يعني الفكره هتتعمم تقريبا في خلال زي ما احنا قلنا 3 سنين. ممكن بقى ناس كتير تسالني على سعر العربيه دي، هنشوف السعر على الطبيعه ما بين 65000 يورو وتقريبا 95000 يورو حسب الاوبشن اللي حضرتك بتختاره. بس كده خلاص خلصت الحكايه. طبعا دي حاجه تفرح كل واحد مننا، لان بلد عربي بدات في تصنيع عربيه، وكمان تقريبا كده اول عربيه